السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وياكم سامي السويدي. البودكاست تم التعاقد مع مدافع برتغالي والتشكيلات المتوقعة للموسم التاريخي. تم التعاقد مع مدافع برتغالي فابيو كاردوزو على سبيل الإعارة. اكتمل الأجانب الزعيم وهم فابيو كاردوزو، بارك، كاكو، سفيان رحيمي، ولاباكوجو. تم التعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب ماتيو سنابريا بعقد لمدة 4 سنوات. قبل سنتين تواجد اللاعب ضمن أفضل 10 مواهب صاعدة في العالم. خلونا نتابع إحصائيات والتشكيلات المتوقعة للموسم الجديد. نبدأ بقدرات اللاعبين المقيمين الثلاث، سيغوفيا وسيكو بابا وسنابريا، كلهم جيدين، ولكن سيغوفيا ضعيف بدنياً بسبب قصر القامة مقارنة بسيكو بابا وسنابريا. مهاريا سنابريا الأفضل من وجهة نظري، ولكن سيكو بابا أفضل تكتيكيا ويتميز باللعب اللامركزية، مساهماته أفضل مقارنة بسيغوفيا وسنابريا. أفضل صفقة مقيم من وجهة نظري هي صفقة سيكو بابا. البقية جيدين ومكملين للمجموعة ولاعبين صغار في السن، فإن شاء الله ينضجون وأتوقع راح يقدمون مستوى طيب مع نادي العين. إحصائيات سيغوفيا: طوله 165، يسدد باليسار، لعب 21 مباراة وشارك أساسي فقط مرتين، ساهم فقط مرة واحدة. إحصائيات سنابريا: طوله 178 سنتيمتر وعمره 21، يلعب القدم اليمنى، لعب لفريقين مختلفين، راح لسبيل الإعارة، ولعب بمجموع 28 مباراة ولعب كأساسي في 17 مرة بمعدل 70 دقيقة في المباراة، ساهم فقط 3 مرات، سجل هدفين وصنع مرة، سجل هدفين باليمنى وكلهم داخل المنطقة. بس بنلاحظ أن اللاعب بدع مع لانوس فريق الدرجة الأولى وكانت إحصائيات ممتازة، ولكن يوم انتقل على سبيل الإعارة لفريق كودوبا الدرجة الممتازة كانت مشاركاته أقل ولعب كبديل وكانت إحصائياته أقل من المتوسط. كنت بغيت أنزل ثريد في منصة إكس بس غيرت رأيي بعد ما شفت الإحصائيات. ما بقدر أحكم عن مستوى، أول شيء العمر، شيء ثاني لعب مع أندية مذيلة الترتيب. الله ينفع به وإن شاء الله يقدم مستوى طيب مع نادي العين. عن سيكو بابا إحصائيات ممتازة مقارنة ببقية المقيمين. صح ما خبتكم، 3 لاعبين من الفريق الأول حصلوا على الجنسية وهم سيكو بابا وسوسو بالاسيوس. نغير لون البطاقة. وعن إحصائيات اللاعب سيكو بابا، إحصائياته ممتازة مقارنة ببقية اللاعبين. اللاعب طول 178 ومن 21 مباراة شارك 15 كأساسي بمعدل 68 دقيقة في كل مباراة، ساهم في 10، صنع 5 وسجل 5. عن المنطقة الحرارية للاعبين، نبدأ بسيغوفيا. بنلاحظ أن اللاعب يلعب جهة اليمين وعلى الأطراف، مركز الأساسي وسط يمين، لعب 29 مباراة بنسبة 70%، ساهم 6 مرات، سجل هدفين وصنع 4. مراكز ثانية جناح يمين، لعب 7 مباريات بنسبة 17%، ساهم في 3، سجل هدفين وصنع مرة. ووسط يسار 6 مباريات بنسبة 13%، ما ساهم ولا مرة. عن المنطقة الحرية اللاعب سنابريا، بلاحظ أنه يلعب جهة اليسار ويلعب على الأطراف، مركز الأساسي جناح يسار بنسبة 50%، ساهم في 3 مرات، سجل 2. مركز ثاني جناح يسار بنسبة 28%، ما ساهم ولا مرة. 3 مباريات كل من مركز مهاجم ووسط يسار، مهاجم سجل هدف ووسط يسار سجل هدفين. المنطقة الحرية سيكو بابا لاحظ مختلف عن بقية اللاعبين الأجنحة أو وسط يمين أو وسط يسار، يلعب جهة اليمين ويتحرك في الثلث الهجومي من الملعب ويقوم بأدوار لاعب محور ووسط مهاجم. وأشكر بصراحة المدرب هرنان كريسبو لأنه هو اللي طلب اللاعب. مركز الأساسي وسط يمين، لعب 14 مباراة بنسبة 36%، ساهم في 5، سجل مرة وصنع 4. مراكز ثانية جناح يمين، لعب 8 مباريات بنسبة 20%، ساهم في 3، سجل هدفين وصنع مرة.
وسط مهاجم 12 مباراة 30% سجل مرة، ووسط يسار لعب 5 مباريات بنسبة 14% ساهم في 3 سجل هدفين وصنع مرة. هني نتكلم عن المحترف الخامس المدافع البرتغالي فابيو كارتوزو، طوله 187 وعمره 30. من القدرات اللاعب ممتاز في التمريرات القصيرة وقوي بدنيا، يتميز في البناء الهجمة. اللاعب لعب نصف مباريات الموسم من 18 مباراة، شارك 14 مباراة كأساسي. من المنطقة الحرارية اللاعب يفضل اللعب بأسلوب خط دفاع متقدم والضغط العالي، يلعب في مركزين ويقوم بأدوار لاعب محور 6 و8، ممتاز في بناء الهجمة، قوي بدنيا وجيد في الارتداد. عن التشكيلات، المدرب لعب بثلاث تشكيلات، الأسيوية والمحلية ومن خلال معسكر. نبدأ بالتشكيل الأسيوية، تشكيلة 4-4-1-1، وأتوقع هذه بتكون المراكز للاعبين. سوكو بابا يقدر يلعب وسط مهاجم بديل لكاكو، سيغوفيا وسنابريا بيكونون بدل لعباس وبلاسيوس، أخيرا بتكون عندنا دكة للبطولة الأسيوية. عانينا بصراحة العام من بعد دقيقة 60 بسبب إجهاد اللاعبين وأسلوب لعب المدرب اللي اعتمد على الضغط العالي الجماعي والارتداد الهجومي السريع. عندنا لاعبين مثل ساركي وجوسنا وتراوري يقدرون يلعبون أو يشاركون في البطولة، لأن البطولة بدون قيود. في الآسيوية أتوقع لابا بيكون بديل لسفيان رحيمي، لأن التشكيلة هذه تعتمد على الارتداد الهجومي السريع. عن التشكيل المحلي وهي 4-3-3، هذه التشكيل المتوقع بتواجد 5 لاعبين محترفين و5 لاعبين مقيمين، بس أتوقع نحتاج للاعب مهاجم مقيم. عن التشكيل اللي لعبها خلال المعسكر وهي 4-3-2-1، هذه التشكيلة تعتمد على لاعبين محاور ولاعبين وسط. عندنا لاعبين كثر يقومون أو يقدرون يلعبون في هالمراكز. بهذه التشكيلة أتوقع رحيم بيكون أساسي ولابا احتياطي. من خلال إشاعات بن العين مهتم بالتعاقد مع لاعب جناح يسار محترف، يعني لابا يمكن يطلع ورحيمي يكون مهاجم، لأن رحيمي من خلال البطولة الأسيوية والأولمبيات بدع في هالمركز وخذ أفضل لاعب وهداف البطولة الأسيوية والأولمبيات. عودة رحيمي لمركز جناح راح يبعد عن الحس التهديفي وبتقل خطورته. هذا التشكيل متوقع في حال تعاقد مع جناح يمين أجنبي ومهاجم مقيم بديل للنجم سفيان رحيمي. نتمنى التوفيق للإدارة وإن شاء الله تتوفق في اختيار اللاعبين ويكتمل الفريق للموسم التاريخي. ألتقيكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، في أمان الله.